فانه مالك الجزيري اختتم مسيرته بمشاركه في اخر دوره ونهايه مشواره واللي يبدو لي معناتها ياكد دخوله لعالم التدريب ويبقى قيمه ثابته في رياضه التنس بالنسبه لمالك الجزيري على الساحه الوطنيه والعالميه. كما نعرف مالك الجزيري معناتها من خيره اللاعبين اللي يعني عندنا في تونس معناتها في الاكابر الصنف رجال زاد ما ننساوش انه تحصل على المرتبه 42 عالميا انه واجه معناتها في المسيره نتاعو معناتها اقوى اللاعبين العالميين يعني رقم واحد ورقم اثنين لعب مع جوكوفيتش لعب مع فيدرير يعني اسماء محترمه جدا معناتها وعمل مجهود معناتها كمنتوج تونسي صحيح النتائج ما كانتش ايجابيه لكن الى فيتو معناتها هو بطل من الابطال معناتها اللي التاريخ يخلدهم باش في معناتها في ذاكرتنا وان شاء الله نأمل احنا ان شاء الله يخرج لنا ابطال اخرين معناتها كيف أمريكا الجزيري وعلى لا معناتها نوصل ديكلاسمون معناتها خير من 42 اختتم المسيره نتاعو في كلاعب وان شاء الله باش يبدا مسيرته كمدرب ويفورمينا ويكون لنا ابطال اخرين معناتها علاش لا يعاونهم في المشوار نتاعهم ويقدم بهم من بالي هو بيدو موصل ان شاء وأكيد الله واكيد من خلال التجربه نتاعو باش يحاول يوظفها في عالم التدريب اللي باش تفيده برشا اي يعني نعم. مهم جدا انه اللاعب يوصل للعالميه ويصبح هو مدرب اكيد بعض التفاصيل والجزئيات اللي يحاول هو يعطيهم للاعبين خاصه في سن معينه واللي باش يعاون بهم وينصح بهم الملاعبيه الشبان في قادم المشوار اي نعم كما تعرف مك جزيري معناتها لعب في دي تورنوا معناتها بالحق صعاب برشا دونك عنده خبره كبيره برشا معناتها في في مختلف الملاعب خاطر م. مثلا العاب رولان جاروس دونك معناتها كل تورنوا عندها دي كا دي, دي كاركتيرستيك معينين دونك بخبرته خصوصيات هو فوالا الخصوصيات هذيك باش يعاون بها الابطال اللي اللي, اللي عمرهم اقل من 16 سنه ولا 14 15 سنه اللي هو معناتها الشد الكاتيجوري نتاعهم دونك نشجعوه ونشجعوا الابطال اللي ان شاء الله وان شاء الله من حسن الى احسن تنس ان شاء الله. اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليه ملك الجزيري اللي غادر العالم انه معناتها يكون رياضي ولاعب تنس يتحول الى مدرب واضافه ان شاء الله تكون منتظره واضافه باش تكون حاصله للاعبي التنس ومن خلاله حتى الثقه اللي وضعتها في الجامعه التونسيه للتنس في الفتره هذه شنو نجموا نحكيه على مستوى التنس اللي العالمي شني الاحداث شني التظاهرات انس جابر في الحقيقه ترجح المرتبه الرابعه عالميا في الفتره الاخيره في علاقه بغيابها عن النشاط بسبب الاصابه لكنها في الاسبوع الاخير وفي اخر تصنيف حافظت على المركز الرابع هو تراجع نسبي لكن مبرر باعتبار إنها غابت عن المنافسات وهذا معناتها يعني حاجه عاديه برشا في الكلاسمون تاع التنس اي نعم آه كما نعرفوا لي ما جم... نجموش من نهربوا منهم دونك حاجه لازم معناتها في كل كارير نتاع سبورتيف الرجوع نتاعها ان شاء الله يكون موفق اكثر ان شاء الله ما باش نكونوا ايجابيين ان شاء الله من احسن احسن لها هو حاجه عاديه انه الرجوع بعد البسوره مش باش يكون ممتاز برشا فيو كو معناتها مستعد فترة نتاع ريتليزاسيون باش ترجع شويه معناتها على صحيت النسق نتاع مقابلات اللي مش يكون زاد اكسيليري دونك شويه وقت ان شاء الله وباش ترجع تمتعنا باذن الله انا عندي فيها ثقه كبيره وثقه في, في في, الاطار نتاعها الستاف نتاعها ولي كوتش ربي ان شاء الله نحضر واحنا دي ماتش ممتازين برشا وتمتعنا كيف ما العاده وعلى ان شاء الله نقدموا في الكلاسمون نتاعنا واللي فاتنا كل نرجعوا ناخذوا برايسنا ونفكوا زاد ان شاء الله القدام ونقدموا القدام ومن حسن الى احسن ان شاء أكيد الله اكيد ان شاء الله بالتوفيق لنجمتنا وبطلتنا وسفيره السعاده أونس جابر اللي حقت انجاز عربي وافريقي ببلوغ المرتبه الثانيه كاول لاعبه عربيه وافريقيه وان شاء الله أونس جابر نقولوا ان شاء الله سلامات وان شاء الله عوده سريعه لسالف نشاطك واكيد باش تفرح التوانسه في كل ما عندك الفرصه من خلال التظاهرات العالميه اللي تشارك فيها هات نحكي شوية على الانشطة نتاع نادي التنس بالقيروان في الفترة هذه ثم مسابقات في عدة اصناف حمدي يظهر لي الادارة الفنية انتم قاعدين قايمين بالمجهود نتاعكم من خلال توفير بعض المنافسات للصغيرات في مختلف الاصناف باش يحتكوا باش تصير الاستفادة لكل اللاعبين المنضوين تحت نادي تنس بالقيروان. كيف ما تعرفوا كيف ما حكينا انه عندنا تورنوا كريتيريوم اللي صارت يوم السبت ويوم الاحد 4 و5 مارس مه. الحمد لله كل كللت بالنجاح ما زلنا كيف كملنا توا الحمد لله الكريتيريوم هذه هي, هي مسابقه لاعمار ادنى من ثمانيه سنوات يعني ليتان 1 ليتان 2 يعني و 7 سنوات الحمد آه لله معناتها كانت ناجحه آه هذا بيان سور نرجع بالشكر للفيدراسيون تونيزيان دو تينيسي اللي عطت فينا الثقه احنا كنادي باش ننظموا الدوره هذيه الدورة هذه شاركوا فيها أكثر من عشرة نوادي من مختلف ولايات الجمهورية وأكثر من خمسة وسبعين لاعب ولاعبة في الصنف هذا أيوة. هذه ما تكون كان مفخرة لنا كتنس تونسي وكجهة زيادة أنه النظم دورات كيف ما هيك دورات تونسية ممتازة في معناتها في أعمار أصاغر على المستوى الوطني أي نعم على المستوى الوطني إن شاء الله وزاد أون سو بريبار زاد المستوى دولي على الدولي ايه. إن شاء الله ايه. دونك كيف ما قلنا تعديت يوم السبت ويوم الأحد كانت الحقيقة نتائج ممتازة برشا أبهرتني معناتها هذا ما يعطينا معناتها امل كبير برشا في التنس التونسي انه ماشي ويقدم خاطر تشوف معناتها لو نومبر معناتها دي جوور كومبيتيتيف في العمر ست ست, ست ست سنين وسبع سنين معناتها والكاليتي دي جو معناتها الكاليتي دي جوور قاعده تحسن من عام لعام بالحق ما نكونو كان ودي استراتيجيه الجامعه بيان سور ما نكونو كان فخورين بالتنس التونسي معناتها ما نكونو كان فخورين بالابطال اللي عندنا زاد راهو نذكروا معناتها الابطال اللي عندنا هذو معناتها سته وسبع سنوات راهو معناتها ماكسيموم عندهم عام وعام ونص اونترينمون دونك ولاو يدخلوا معناتها في لي كومبيتيسيون ولا معناتها يعرفوا لي ريغلومون نتاع لي, لي تورنوا معناتها بيان سور معناتها صغار ابطال ملايكه صغار معناتها وقاعدين ما شاء الله معناتها يحطوا في بعضهم ويشجعوا في بعضهم باش يربحوا اكثر واكثر معناتها احنا مم. نشكروا لل... معناتها لل... الف... الفيدراسيون معناتها على, على تشجيعها ودعمها للنوادي معناتها من مختلف ل... معناتها ل... ل... لتنظيمها لدورات كيف هكا ان شاء الله من حسن الى احسن زاده النجم نذكروا زياده آه زاد زي في التنس التونسي زياده خلف أنزابر ما شاء الله عليها زاد عندنا زاده ابطال اخرين كيف ما نهنيوا زاده البطله التونسيه ابنه ولايه المونستير آه بعد تتويج نتاعها والفوز بلقب زوجي الإناث لدوره الجزائر في الجزائر زاده أيوة عندنا دوره صارت غاديكا آه في وهران صحبة زميلاتي هنا دينا عبيد زاد دينا عبيد زاد بطل <متحدث> من ابطال اللي قاعدين يطلعوا <متحدث> ما شاء الله صحيح. ولا دونك الحمد لله معناتها هزوا الدوبل ما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا في الكلاسمون تاعهم انترناسيونال وهذا زاد مفخره عندنا <متحدث> ل... عزيز دوغاز اي كأني. عزيز دوغاز مازال كيف ما زاد مش نحكيو عليه زاد بيانتو آه زاد نهنيو زاد عزيز دوغاز ربح الاي تي اف 15000 دولار آه <متحدث> لعب ضد البطل الفرنسي وكانت النتيجه 6-0 7-6 لصالح البطل التونسي وهذا بالحق هذه هذه حاجه تفرح معناتها في مختلف الاعمار عندنا معناتها عباد كلاسي معناتها كلاسمون محترم برشا صحيح الحمد لله معناتها بالحق برافو برشا للفيديراسيون برافو للنوادي برافو للستاف تكنيك اللي قاعدين ناخذوا معناتها في مختلف النوادي في الجمهوريه قاعدين يعطيو في كاليتي دي جوور ممتازه برشا ان شاء الله احنا نكونوا معتها منهم ونقدموا اكثر واكثر للتنس التونسي ان شاء الله في نفس الاطار هذا يا حمدي كل ما نلقاو الفرصه نذكروا الساده المستمعين واحباء عالم الكره الصفراء <applause> بالالتحاق بنادي تنس بالقيروان اكيد يعني تقاليد جديده عملها النادي هذا كما كنت تحكي انت ما شاء الله ابطال في معناتها عمر الصغيرات يعمل الكيف حتى الاولياء ثم معناتها فرصه وان الصغيرات يجي ويمارسوا الهوايه هذه يتغرموا بالتنس وين ينجموا يتحصلوا على الارقام نتاعكم كيفاش ينجموا يتصلوا باداره النادي للأخيرات والالتحاق بنادي تنس بالقيروان باهي احنا النادي نتاعنا كما قلنا في شارع فاس دونك اه نادي محلول سبع ايام في الجمعه احنا ديما نخدموا ديما قاعدين نكونوا في الابطال اه للتذكير الابطال اللي قاعدين يشاركوا في التورنوه هذوما كريتيريوم اللي صارت نهار السبت نهار الاحد معناتها ستة وسبعة سنوات راهم هما اللي خرجوا من الوزير، <applause> يعني أنا وقت باش ندخل ودي للوزير مش يصير الفورماسيون نتاعو مش يكون مؤهل معناتها في مدة عام ماكسيموم مش يكون مؤهل أنه يلعب دي تورنوا، <applause> 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 دونك معناتها علاش لا بالحق راه ولدك ينجم يكون, يكون بطل ينجم يكون عنده الموهبة دونك خليه وفر له معناتها الظروف لل... <applause> <applause> اللازمة ويجي يترينا معناتها ديجا رانا عاملين تسهيلات في الدفع وتسهيلات في كل شيء معناتها رانا موفرين كل شيء، جوست إيجا وبقدرة ربي تلقاو لو الممتاز أنه تصير لونكادرمون فيه ولدك أو ميم ك كمفر زاد من العالم تجي معناتها احنا روحنا فامي راهو في تنس كلوب كرو رانا فاميليا واحده غاديك دونك آه لي بارون ينصحوا بعضهم معناتها من, من الخبرات نتاعهم من السنوات اللي عداوها معناتها في التنس بالحق راهو معناتها ننصحكم تجيو معنا ديما معناتها بيان سور فو زيت توجور لي بيان فينيو معنا آه النادي نتاعنا محلوق قلنا سبع في الجمعه تنجم تتصلوا بيا انا آه على الرقم 93 748 أربعة أربعة خمسة مم. نعود مرة أخرى على الرقم ثلاثة وتسعين سبعة أربعة ثمانية أربعة أربعة خمسة نجم نوجهكم والنجم ندلكم معها كشوما دي اللي تنجموا تنجمو تتبعوها بس تنخرطوا معنا في النادي بيه نجم نحكيو على اوقات التدريب للهواة اللي هما الجروب جروب دو الوزير اللي هما يتلعبوا نهار السبت نهار الاحد لي زونطريمون عندنا بار جروب يعني عندنا جروب ماضي ساعتين ماضي ثلاثه دوزيام جروب ما ثلاثه لاربعه وعندنا تروازيام جروب اي بلس دونك الاعمار راهي تبدا من اربع سنوات حتى ستين سنه معناتها راهو سوا للاولاد ولا للبنات، ميم حتى بور لي اديولت يعني انا كبارون كا اذا كان جبت ولد وتغرم بالتينيس وعجبني الميليو وعجبتني لونكادرمون، انا بيتي زاد كولي في عمر 30، 40، 50، 55، 60 نجم نمارس الرياضة بيان سور نجم نمارس الرياضة هذيا تلقى احسن لونكادرمون، تزيد تعمل ديفولمون، تزيد تفرهد، بالحق راهو نادينا سيت اون فامي، ايجا ومرحبا بك وكون من الفاميلا نتاع التنس بالقيروان، تلقانا مرحبين بك ومرحبا بالجميع. ومرح وحنا ما نجمو كان نكونوا فخورين بالأنشطة والظروف الموجوده حاليا لنادي التنس بالقيروان في الحقيقه وهذا موش رمي ورود باعتبار انه النادي قاعد يتطور وقاعد يقدم في الاضافه لرياضه التنس وهذا بشهاده الجامعه ممثلين على الجامعه التونسيه للتنس اللي كانوا في اكثر من مره زاروا النادي هذايا وقفوا على اهم المكتسبات اللي صارت فيه في الفتره الاخيره شفنا نجوم كبار على غرار مدرب النجمه التونسيه اونس جابر اللي كان موجود معناتها وكان فرصة للصغيرات اللي معناتها مش بالسهل أنا. حبينا ولا كرهنا نجم في العمر هذاك يشوفوه صغيرات ويتصوروا معاه ويسألوك الأسئلة البريئة يظهر لي أجواء منعشة في الزيارة الأخيرة أنا. بالنسبة لمدرب أنس جابر لنادي تنسب القيروان سي عصام الجلالي هو معناتها قامة من قامات تونس بالحق ديجا زاد في الكلاسمون انترناسيونال معناتها خذي تيتر نتاع احسن مدرب في العالم اي آه صنع تونسي ميد ان تونيزيا 100% معناتها هذا معناتها ما يزيدنا فخر وفخر على لينا دينا آه هو زاد الفي بارتي من الفامي نتاع التنس خاطر عطى فينا الثقه ووفى معناتها ولداته ترنوا عنا بحذانا ان شاء الله ان شاء الله نكونوا ديما عند الحسنية نتاع الجميع ان شاء الله آه سي عصام جلالي معناتها قدم الكثير والكثير معناتها للنادي نتاعنا ما شاء الله عليه معناتها كل ما نقعدوا قاعدين نستنفعوا رو وقت اللي يجي ينصح الصغيرات ينصح لي بارون ينصحنا احنا كمدربين رانا بالحق رانا متعطشين معلوماته سيد ما شاء الله معناتها باللي تقعد معاه تقعد ديما تتعلم وديما نتعلموا منه وان شاء الله ماتا من حسن الى احسن لنادينا ولبقيه النوادي وهو ما شاء الله ما بخلش على حتى نادي بالنصيحه او بالاعانه هو سان فيها بارك الله فيه وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله باهي حمدي اليوم المعذره باعتبار تعسفنا عليك في الوقت ما برشا المساحه الزمنيه باعتبار انه المساحه الاكثر كانت للشبيبه الرياضيه القيروانيه متابعه المباراه لكن اكيد كل نهايه حد في استاد الحياه فقرتكم القاره سبيسيال تينيس باش تكون مخصصه لاخر اخبار وخاصه متابعه لانشطه نادي التنس بالقيروان خليل كلمه الختام والا تعطينا فكره ولو وجيزه لاهم الان الانشطه اللي باش ينظمها نادي تنس ان شاء الله في الفتره القادمه بالنسبه لكم انتم كاداره فنيه ان شاء الله دونك حبينا نذكروا انه نادي تنس بالقيروان باش ينظم تورنوا جراد 1 و او ميم طون زيد مش في مارس بيان سور باش تبدا لو 25 مارس وبشوفها لو 2 افريل يعني بون تزامن مع رمضان مي مع تورنوا ممتازه برشا هذه النادي نتاعنا ينظمها كل عام مش تستقطب زاد العديد من النوادي زاد لي كاتيجوري مش يطلعوا معناتها مش نطلعوا الفوق يعني 8 و9 و10 و11 سنه, سنة أيوة. دونك كونوا في الموعد دونك نذكر بال بالدات مش نبداو وان شاء الله احنا بدورنا اعلاميا نرجعوا باكثر تفاصيل مع اقتراب الموعد نتاع الدوره هذه باذن الله ان شاء الله دونك نذكروا بموعد مش الموعد مش تكون ان شاء الله لو 25 مارس ونشوفها لو 2 افريل كونوا في الموعد ويجيو شجعوا اصحابكم زاد حتى كان جروب الوزير زاد نجموا نجيو نشوفوا اصحابنا اكل نيفو معناتها واصلين وعلى لازم احنا ممكن نكون على الغد ما تجيو نشجعوا اصحابنا ان شاء الله يعطيك الصحة المدير الفني لنادي تنس بالقيروان حمد الشريف على الحضور هذايا وكما كنا نحكي تقريبا فقرة سبيسيال تنس باش تكون فقرة قارة في استاد الحياة وفي كل فرصة على مستوى الحصص الرياضية نلقاو فيها المجال لفسح المجال للحديث على عالم التنس والرياضة هذه مشكور مرة أخرى المدير الفني لنادي التنس بالقيروان حمدي الشريف على الحضور احنا هكا نكون وصلنا لختام حصه اليوم من استاد الحياه مشكورين زملائنا الكل اللي انطلقوا معنا تقريبا قبل ماضي ساعتين نوفل الشرطاني في الاخراج التقني كيف كيف محمد سيف الدين بو في الاخراج الرقمي انس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفيه زميلنا عبد الله الحطاب اللي كان في الوصف والتعليق من ملعب حمد العواني على مباراه الشبيبه القيروانيه